غير المذنبون في فيلم او في افلام تانية متبرئة منها؟ لا انا ما ببرأش من افلامي على فكرة، انا بقول في افلام كان في وقت معين انا عملت انتشار، افلام الانتشار، انما مش بتبرأ منها، بس بقول ايه يعني انا كان مخي. لو رجع الزمن تعمليها تاني؟ لا طبعا، لان فيها حاجات عبيطة كده ومش يعني